أعلنت مصر عن دخول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تسلم أمس الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من نظير مصري. تحتوي الشحنة على 20 شاحنة بها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية. لفتت جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية احتياجات الأساسية والملحة للقطاع، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة.